السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث اليوم عن التدليس، أو أن التدليس كيتعتبر عيب من أحد العيوب الرضا. وسنقوم بتعريف أو سنعطي تعريف للتدليس. ويعرف التدليس بأنه استعمال وسائل الاحتيال لإيقاع المتعاقد في الغلط ودفعه إلى التعاقد. فالتدليس وفقا للتعريف أعلى يستعمل في أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه، وسائل المكر والخديعة لإيقاع المتعاقد الآخر في الغلط. وهو لذلك تغليط يختلف عن الغلط الذي يقع فيه المتعاقد من تلقاء نفسه. والتدليس إذ يعطي الحق للمدلس عليه في إبطال العقد جاء أساسا لكون أن هذا الأخير تعاقد مدفوعا بالحيل التي استعملها الطرف الآخر، فلم تكن إرادته حرة سليمة، بل إنها كانت موشوبة بالوهم الذي سيطر على ذهنه بسبب هذه الحيل التي دفعته إلى التعاقد. لذلك كان التدليس عيبا يلحق الرضا فيجعل العقد قابلا للإبطال. ومثال التدليس أن يقبل المشتري بشراء أرض بعد أن أظهر إليه مالكها رسوما ومخططات زائفة، أوهمته بإمكان تشييد مسرح عليها في حين أنها غير صالحة لذلك. إذن فما هي عناصر التدليس؟ تتمثل عناصر التدليس في استعمال وسائل الاحتيال أو ما يقوم مقامها، وفي كون هذه الوسائل هي التي دفعت المدلس عليه إلى التعاقد، وفي ارتكاب هذه الوسائل من أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه. إذن استعمال المدلس لوسائل الاحتيال، ويشتمل هذا العنصر على ركنين: ركن مادي هو استعمال وسائل الاحتيال، وركن معنوي يتمثل في نية التغرير أو التضليل. أما بخصوص الركن المادي فيتمثل في استعمال المدلس لوسائل الاحتيال من أجل جلب المتعاقد إلى التعاقد. ولقد ذكر الفصل 52 من قانون الالتزامات والعقود فئتين من هذه الوسائل، وهما الحيل والكتمان. وليست الحيل على نمط واحد، وإنما هي أشكال مختلفة جمعها تضليل المتعاقد ودفعه إلى التعاقد. ويقول الفقيه كاربونيا إن أصل هذه الحيل يرجع إلى وقت متراخي في الزمن، حينما أوهم بيتيوس الروماني كانيوس بأن قصره المحادي للشاطئ يوجد بمنطقة يكثر بها إنتاج الأسماك. فتبين لكانيوس بعد شرائه القصر أن ذلك وهم أوقعه فيه بيتيوس. وإذا كان لا إشكال يثار بخصوص الكتمان الذي اعتبره المشرع داخلا ضمن الركن المادي للتدليس، حيث إن من يكتم أمرا يستوجب القانون البوح به يعد مدلسا، فإن الإشكال يثار حتما بالنسبة للكذب الذي يعتبر أشد درجة من الكتمان. وإذن هنا غنمشيو للفصل 52 من قانون التزامات العقود، ينص على أن التدليس يخول الإبطال إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه، قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما التعاقد الطرف الآخر، ويكون للتدليس الذي يباشره الغير نفس الحكم إذا كان الطرف الذي يستفيد منه عالما به.
لم يتضمن الفصل 52 المذكور الكذب، ولكن الكذب الذي يأباه التعامل بين الأفراد أو الذي ينصب على واقعة لها اعتبارها هي في التعاقد يعتبر تدليسا. أما الكذب المألوف عند الفلاحين والتجار وغيرهم فلا يعد تدليسا، لعل أنه مما يتسامح بشأنه. وأما في شأن الركن المعنوي للتدليس فيلزم أن يكون عند من استعمل وسائل الاحتيال نية في التغرير بالمتعاقد معه لتحقيق غرض غير مشروع. أما إذا استعملت وسائل الاحتيال من غير انصراف نية المستعمل إلى تضليل وتغليظ المتعاقد معه فلا يعتبر عمله تدليسا. إذا أن تكون وسائل الاحتيال دافعا إلى التعاقد. يشترط لقيم التدليس أن تكون وسائل الاحتيال التي استعملها أحد المتعاقدين أو نائبه أو أشخاص أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه هي التي دفعت المتعاقد معه إلى التعاقد، بحيث لولاها لما أقدم على إبرام العقد. وفي هذا المعنى نص الفصل 52 المذكور على أن التدليس يخول الإبطال إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولها لما تعاقد الطرف الآخر. ويبقى تقدير ما إذا كان التدليس دافعا أم لا من اختصاص القضاة الذين يهتدون بالحالة الشخصية للمتعاقد كسنه وجنسه وثقافته، وبناء على اشتراط الفصل 52 أن يكون التدليس قد بلغ في طبيعته حدا بحيث لولاه لما تعاقد الطرف الآخر، أي أن يكون التدليس دافعا، فإن ثمة فرضية أخرى تجعل التدليس غير دافع إذا لم يبلغ في طبيعته الحد المذكور، وهذا هو التدليس العارض. وقد رتب الفقه على الفرق بين التدليس الدافع والتدليس العارض نتائج قانونية متعددة، وهي يقع التدليس العارض على توابع الالتزام، أي يدفع المتعاقد لا إلى إبرام العقد ولكن قبول إبرامه بشرط أبهضه. ومثال من يقبل شراء عقار بثمن مرتفع ما كان ليقبل الشراء به لولا عقود الإيجار التي قدمت إليه زيفا من طرف البائع. لا يخول التدليس العارض إبطال العقد، ولكنه يخول من وقع فيه الحق تعويض طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية. وفي هذا المعنى ورد في الفصل 53 من قانون الالتزامات والعقود ما يلي: التدليس الذي يقع على توابع الالتزام من غير أن يدفع إلى التحمل به لا يمنح إلى الحق في التعويض. وعلى دقة التمييز بين التدليس الدافع والتدليس العارض فإن جانبا من الفقه يهجر التفرقة بينهما بحجة أنه لا يمكن فصل الإرادة عن الشروط التي تندمج بها، وعليه يكون التدليس مبطلا للعقد سواء كان دافعا أو تدليسا عارضا. إذن ارتكاب وسائل الاحتيال من أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه. المشرع لم يقتصر في الاعتداد بالتدليس على صدور الاحتيال عن المتعاقد فقط، بل يشكل تدليسا أيضا الاحتيال الصادر عن أشخاص آخرين هم نائب المتعاقد أو شخص آخر يعمل في التواطؤ معه. وفي هذا الصدد تنص المادة 1116 مدني فرنسي على أن التدليس يعد سببا لإبطال الاتفاق إذا كانت الحيلة التي مارسها أحد المتعاقدين من الوضوح، بحيث إنه لولاها لما تعاقد الطرف الآخر. وقد وجد في معرض نص هذه المادة اتجاهات ثلاثة: اتجاه مؤيد يعلل موقف المشرع الفرنسي، واتجاه معارض ينتقد هذا الموقف، واتجاه توفيقي يوفق بين مصلحة المدلس عليه واستقرار التعامل. فأما الاتجاه المؤيد فقد علل موقف المشرع الفرنسي في الحكم الوارد بالمادة 1116 بأنه
لا ضير على المتعاقد المستفيد من التدليس الذي يباشره الغير طالما لم يصدر عنه ما يمكن مؤاخذته عليه. فلا يمكن مؤاخذة شخص على فعل ارتكبه غيره، ويبقى للمتعاقد الذي دلس عليه أن يرجع بالتعويض على الغير المدلس. وأما الاتجاه المنتقد فقال إن المعول عليه في إبطال العقد هو تعييب إرادة المتعاقد بفعل التدليس، ولا حاجة بعد ذلك للبحث فيما إذا كان المدلس هو المتعاقد أم الغير. وأما الاتجاه التوفيقي فقال بلزوم اعتبار مصلحة المدلس عليه من جهة، وذلك بمنحه الحق في إبطال العقد للتدليس، واعتبار استقرار التعامل الذي يفترض سوء النية في المتعاقد حالما يكون متوافئا مع الغير أو عالما بالتدليس الذي يباشره. ولقد تبنى المشرع المغربي هذا الاتجاه الأخير في الفصل 52 حينما نص على أنه يكون للتدليس الذي يباشره الغير نفس الحكم إذا كان الطرف الذي يستفيد منه عالما به، أما إذا كان المستفيد غير عالم بالتدليس الذي يباشره الغير فإنه لا حق للمدلس عليه في المطالبة بإبطال العقد، بل لا يكون له سوى مطالبة المدلس بالتعويض عن الضرر. إذن هل تغني نظرية الغلط عن نظرية التدليس؟ سبق القول إن التدليس تغليط للمتعاقد المدلس عليه، فيكون التدليس غلطا لكنه غلط مدبر، أما الغلط فهو وهم يقع فيه المتعاقد من تلقاء نفسه، فيكون قد يكون غلط تلقائي، ولقد جاء البعض في الوهم الذي يسيطر على ذهن المتعاقد قاسما مشتركا بين الغلط والتدليس، مما جعلهم يقولون بإمكان الاستغناء عن نظرية التدليس لصالح نظرية الغلط لاتحاد النتيجة وهي إبطال العقد للغلط. والتدليس في نهاية المطاف غلط وإن كان غلطا مدبرا، لكن الرأي لا يمكن العمل به في قانون الالتزامات والعقود لوجود عدة حالات للغلط لا يمكن إبطالها لو تم الاكتفاء بنظرية الغلط والاستغناء عن نظرية التدليس. فالغلط في الباعث لا يخول إلى الإبطال العقد لمجرد الغلط، وهو يخول الإبطال إذا جاء نتيجة استعمال وسائل الاحتيال. فلو أن شخصا أقدم على شراء سيارة معتقدا تحطم سيارته فيه، أنه واحد الشخص شرى واحد السيارة معتقدا تحطم سيارته، فإنه لا يجوز له طلب إبطال العقد لكونه غلط في البائع الذي دفعه إلى الشراء وهو تحطم سيارته، بيد أنه يسوغ له ذلك إذا اقترن الغلط باستعمال وسائل الاحتيال كانت الدافع إلى الشراء. والغلط في القيمة أيضا لا يخول إبطال العقد لو تم الاعتداد بالغلط فقط، بيد أنه يخول الإبطال إذا جاء الغلط نتيجة استعمال وسائل احتيالية كانت هي الدافع إلى التعاقد. ومثاله من يشتري شيئا بثمن يزيد عن قيمته الحقيقية، أو من يبيع